السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا سنة ستة. تعالوا نبدأ مع بعض إن شاء الله منهج الرياضة. وزي ما احنا عارفين ان طبعا انتوا ليكم منهج جديد بتحضر دلوقتي، فدي فرصة كويسة قوي وحلوة ان احنا نراجع على اللي خدناه قبل كده عشان ندخل للمنهج الجديد واحنا مستعدين وشاطرين وكله تمام. فيلا بينا نبدأ مع بعض كده اجزاء مراجعة. واول حتة هنتكلم فيها هي القيمة المكانية وقيمة الرقم. يلا نفتكر مع بعض كده يا سنة ستة ونقول يعني ايه القيمة المكانية. ايوة يلا بينا. القيمة المكانية يعني احنا بنحدد مكان الرقم، بنحدد مكان الايه الرقم. يعني ايه برضو يا مس بنحدد مكان الرقم؟ يعني بنقول اسم الخانة اللي الرقم قاعد فيها، بنقول اسم الايه الخانة اللي الرقم قاعد فيها. طيب ده بالنسبة للقيمة المكانية يا ميس. طيب قيمة الرقم بقى يا ميس بنعمل فيه ايه؟ قيمة الرقم دي بنحدد قيمة الرقم، نحدد قيمة الرقم. يعني ايه برضو يا ميس؟ برضو يعني نحط الرقم اللي هو عايز قيمته ونحطه قدامه، نحطه قدامه ايه فاكرين؟ نحطه قدامه اصفار، نحطه قدامه ايه اصفار بما يعادل الارقام اللي قدامه اصلا. طيب تعالوا عشان نفهم اكتر مع بعض ان احنا ايه نشوف التمارين اللي معانا. معانا هنا عدد بيقول اسمه ايه، معانا 4,578,621، وحطيت لي هنا دايرة على السبعة عايزني نقول له هي القيمة المكانية بتاعتها ايه وقيمة الرقم بتاعتها ايه. طيب يلا بينا كده نفتكر مع بعض. احنا قلنا ان احنا عندنا هنا اول طبق اللي هو اسمه طبق الوحدات. طبق الوحدات ده ايه؟ اول رقم بيكون احاد، التاني عشرات، التالت مئات، تاني طبق اللي هو طبق الالوف. طبق الالوف ده اول رقم فيه اسمه احاد الالوف، عشرات الالوف، مئات الالوف، وبعد كده الملايين او احاد الملايين. طيب حلو قوي. يعني احنا معنا كده السبعة دي قلنا اسمها ايه؟ قلنا اسمها عشرات الالوف، احاد عشرات مئات، احاد الالوف، عشرات الالوف. يبقى السبعة اسم الخانة بتاعها ايه؟ عشرات الالوف. دي كده القيمة المكانية. طيب قيمة الرقم بقى يا ميس، قيمة الرقم بقى يا شطار هننزل السبعة زي ما هي ونشوف ايه الارقام اللي قدامها. لقيت هنا قدامها 8 فحط بداله 0. طب لقيت هنا، لقيت هنا ايه الفاصلة، ما ننساش الفاصلة نحطها. لقيت هنا 3 ارقام يبقى نحط هنا ايه 3 اصفار، يبقى معانا هنا 70,000. يبقى القيمة بتاعت السبعة هنا قيمة الرقم 77,000. حلو قوي يا اصدقائي. يلا نأكد المعلومة دي بمثال كمان او تمرين كمان. بيقول لنا هنا 5,621,817، وحطيت لي دايرة عند الستة. طيب يلا نفتكر مع بعض، احاد، عشرات، مئات، الوف، عشرات الالوف، مئات الالوف. يبقى الستة دي في خانة ايه؟ الستة دي في خانة مئات الالوف. شاطرين قوي. طيب يلا بينا نحط قيمة الرقم، بننزل الستة زي ما هي ونشوف قدامها كام رقم. قدامها هنا رقمين. طيب وبعد هنا لقيت الفاصلة، وبعد الفاصلة لقيت 3 ارقام، يبقى دي قيمتها ايه 600,000. 600,000 يا اصدقائي، لان الستة قدامها 5 خانات او 5 ارقام. حلو قوي. في هنا معلومتين عايزين برضو نفتكرهم مع بعض والمفروض ان احنا خدناهم قبل كده. طيب يقول لنا هنا ايه اصغر عدد مكون من 7 ارقام. اصغر عدد مكون من 7 ارقام. بصوا يا اصدقائي زي ما احنا ما قلنا، حتى لو انت مش حافظه المفروض المعلومه دي تكون انت حافظها وتكون سهله بالنسبه لك، بس حتى لو انت مش حافظها تعالى نقول لك تعرفها منين او تجيبها ازاي. احنا زي ما اتفقنا لما بنيجي نقول اصغر عدد بنبدا من الشمال باصغر عدد. طب اصغر عدد عندي هو الايه؟ هو الصفر. طب هل انا ينفع نحط صفر على الشمال؟ لا طبعا يا ميس، الصفر على الشمال ملوش قيمه. طيب امال نبدا بايه؟ نبدا بالواحد. حلو قوي. يبقى احنا بدانا بالواحد. مش هو عايز 7 ارقام؟ ايوه يا ميس. مش احنا حطينا واحد؟ ايوه يا ميس. طب كده اتبقى لنا ايه؟ بقى لنا 6. بقى لنا 6 ارقام عايزينهم، وهو عايز اصغر. يبقى نكمل الباقي كله اصفار. حلو قوي. طيب ما ننساش الايه العلامات ما بين كل 3 ارقام اللي هو كنا بنقول عليه طبق قبل كده،
ما بين كل 3 ارقام بنحط ايه؟ بنحط العلامة او بنحط الفاصلة. يبقى ده كده اسمه ايه؟ بقى اسمه مليون. يبقى اصغر عدد مكون من 7 ارقام هو مين؟ هو المليون. طيب يا اصدقائي، لو قال لي اصغر عدد مكون من 7 ارقام بس مختلفة، نعمل ايه في الحالة دي؟ في الحالة دي بقى عندنا هنا هنبدأ برضو بالواحد، وطبعا هنحط بعده الصفر، مش هينفع برضو نحط الصفر على الشمال لان الصفر على الشمال ملوش قيمة، فيبقى الواحد بعد الصفر. نرجع نكمل بقى 2 3 4 5 6، يبقى دول كده كام؟ 7 ارقام. حلو قوي. وما بين كل 3 ارقام من اليمين بنحط عندنا الفاصلة، يبقى هنا 1,023,456. شطار قوي يا اصدقائي. يلا بينا بقى نشوف هنا الملحوظه اللي بعدها او النقطه اللي بعدها كده، راجعها مع بعض. اصغر عدد مكون من 10 ارقام، من ايه؟ من 10 ارقام. هو ايه بقى يا اصدقائي؟ زي بالظبط ما عملنا هنا وبدانا بالواحد من الشمال، هنبدا برضو من هنا ونحط الواحد من الشمال. وبعد كده هيتبقى لي كام رقم بقى عايزينه؟ عايزين 9 ارقام. يبقى نحط كام صفر؟ 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. شطار قوي يا اصدقائي. يبقى هنا ما بين كل 3 اصفار بنحط العلامه بتاعتنا. العدد ده بقى اسمه ايه؟ اسمه مليار. يبقى اصغر عدد مكون من 10 ارقام هو المليار. يلا بينا نراجع مع بعض الجزئيه كمان، عشان زي ما قلت لكم ندخل على منهج سنه 6 واحنا مستعدين ليه جدا. يلا بينا يا سنه 6 نكمل مع بعض التمارين ونفتكر مع بعض الكلام اللي خدناه قبل كده. بيقول لنا هنا اكتب اكبر عدد واصغر عدد مكون من الارقام التاليه. اعطيني مجموعه من الارقام وعايزني نكون بيها اكبر عدد واصغر عدد. طيب نفتكر مع بعض كنا بنكون اكبر عدد ازاي. كنا بنرتب الارقام دي تنازليا من الكبير للصغير. بنرتبها ايه يا اصدقائي؟ تنازليا من الكبير للصغير. بس منين؟ من اليسار لليمين. نخلي بالنا من النقطة دي، بنرتب من اليسار لليمين، من الكبير للصغير. طيب يبقى احنا هنبتدي منين؟ من هنا، من اليسار، ونشوف هنا اكبر عدد عندنا الواحد ولا 6 ولا 5 ولا 8 ولا 7 ولا 2. طبعا يا اصدقائي 8. يبقى احنا نبدأ من هنا بال 8 من اليسار. طيب ال 8 ناخد بعدها مين؟ احنا قلنا التنازليه من الكبير للاصغر، فالاصغر فالاصغر. مين اللي اصغر من 8 على طول؟ السبعه. شطار. يبقى ال 8 بعدها السبعه. بعدها ناخد مين طبق؟ السته. حلو قوي. بعد السته ناخد مين؟ الخمسه. شطار. ايوه قولوا معايا. بعد الخمسه ناخد مين؟ عندنا اتبقى لنا هنا واحد واتبقى لنا 2، يبقى ناخد طبعا الاثنين الاول وبعد كده ناخد الواحد. حلو قوي. طيب ما ننساش طبعا ان احنا كل 3 ارقام من اليمين بنحط ايه؟ بنحط العلامه. طب ما نقرا الرقم ده كده مع بعض. بقى 876,521. حلو قوي يا اصدقائي. طب يلا بينا بقى نشوف اصغر عدد. نجيب اصغر عدد ازاي؟ بنفس الطريقه من اليسار لليمين، ولكن من الصغير للكبير. يعني ايه؟ يعني تصاعديا. يبقى احنا لما نيجي نجيب اكبر عدد كنا شغالين ايه يا اصدقائي؟ شغالين تنازليا. طيب من الصغير، من اصغر عدد بقى اللي هو من الصغير للكبير، شغالين ايه يا اصدقائي؟ تصاعديا. بس ما ننساش ان هو من اليسار لليمين. طيب يلا نبدا بيه. معانا هنا اصغر عدد اللي هو مين هنا؟ اللي هو الواحد. يبقى هنبدا بالواحد من اليسار. بعد كده الاكبر منه 2. بعد الاثنين ناخد مين؟ طبعا الخمسه. وبعد الخمسه ناخد السته. وبعد السته ناخد السبعه ثم الثمانيه. يبقى احنا كده هنا ايه؟ كتبنا اصغر عدد مكون من الارقام دي. طبعا نحط هنا برضو بعد الثلاث ارقام الايه؟ الفاصله بتاعتنا. يبقى الرقم ده اسمه 125,678. حلو قوي يا اصدقائي. يلا بينا بقى نفتكر برضو حته كمان. عندنا مقارنه الاعداد. يعني ايه مقارنه الاعداد؟ يعني ضع علامه اكبر من او اصغر من او يساوي. تعالوا نفتكر برضو مع بعض احنا كنا ازاي بنقارن ما بين عددين. اول نقطه بنعملها ان احنا بنعد عدد ارقام العدد، وطبعا العدد اللي عدد ارقامه اكتر يبقى هو الكبير على طول. فتعالوا نشوف هنا، نعد كده
ادي 1 2 3 4 5، العدد ده مكون من 5 أرقام. طب هنا 1 2 3 4، العدد ده مكون من 4 أرقام، يبقى أنا وأنا مغمضة عينيا على طول يبقى مين الكبير يا أصدقائي؟ طبعا اللي مكون من إيه؟ من 5 أرقام، يبقى إحنا هنحط هنا العلامة بقها كده مفتوح زي بق السمكة ناحية الإيه؟ ناحية الكبير. طيب تعالوا نشوف اللي تحت، نعد هنا 1 2 3 4 5، هنا 1 2 3 4 5، إيه ده يا ميس؟ أنت قلت لنا اللي عدده اكتر هو الاكبر، طب ده هنا الاتنين زي بعض، نعمل ايه هنا؟ هقول لكم يا اصدقائي ان احنا هنا بقى نشوف طريقه تانية. ايه هي الطريقه التانيه؟ ان احنا نبدا برضو من اليسار نقارن ما بين الايه؟ العددين، نشوف بقى نبدا نحدد، لقيت هنا 4 وهنا 4، ما فيش اختلاف لحد دلوقتي، نكمل، لقيت هنا 5 وهنا 5، نكمل زي بعض لسه مش قادره نحدد، طيب لقيت هنا 7 ولقيت هنا 8، ايه ده؟ ده في هنا اختلاف، ده هنا دي اسمها 800 ودي هنا اسمها 700، دي العدد ده على بعض اسمه 45722، والعدد ده اسمه 45832، يعني معنى كده يا ميس ان 800 دي اكبر؟ ايوه طبعا يا اصدقائي، يبقى هنحط العلامه بقها مفتوح ناحيتها تبقى هي الايه؟ الاكبر، وبكده نبقى فهمنا مقارنه الاعداد وازاي نكون اكبر عدد واصغر عدد من مجموعه ارقام هو عطاها لي. تعالوا برضو نكمل مع بعض عشان نبقى قويين جدا في ماده الرياضه يا سنه 6. يلا بينا سنة 6 ناخد اخر جزء معانا النهاردة، وهو صيغ متنوعة لكتابة الاعداد. هو انا يا ميس ممكن نكتب الاعداد بكذا طريقة؟ ايوة طبعا عندنا كذا صيغة ممكن نكتب بيها الاعداد يا حبيبي. طيب عندنا كم صيغة يا ميس هنعرفهم النهاردة؟ عندنا 4 صيغ، الاربع صيغ اسمهم ايه؟ عندنا الصيغة القياسية، وعندنا الصيغة اللفظية، وعندنا الصيغة الممتدة، وعندنا الصيغة التحليلية. هنفهم مع بعض كل صيغة دلوقتي بسهولة وببساطة. الصيغة القياسية يا حبيبي معناها ان احنا بنكتب العدد بتاعنا بالارقام، يعني هنا نكتب العدد بالارقام. حلو قوي، يعني يا ميس دلوقتي العدد اللي عندنا اللي هو 30250، لو هو عايزه بالصيغة القياسية نكتبه ازاي؟ هقول لك يا حبيبي تكتبه كده 30250، بس كده، هي سهلة ما فيهاش أي حاجة، يبقى الصيغة القياسية يعني بالأرقام. طيب يا ميس الصيغة اللفظية، يعني إيه الصيغة اللفظية؟ إحنا قلنا الصيغة القياسية يعني نكتبه بالأرقام، طب الصيغة اللفظية؟ الصيغة اللفظية بقى يعني نكتبه برضو، نكتب العدد بالإيه؟ بالحروف. بالايه يا اصدقائي؟ بالحروف، من اسمها اللفظية، يبقى نكتبه بالحروف. طيب عندنا هنا العدد ده اللي هو 30250 نكتبه ازاي؟ هنقول هنا 30250، دي كده الايه؟ دي كده اسمها الصيغة اللفظية. طيب يا اصدقائي الصيغة الممتدة بقى نعملها ازاي؟ الصيغة الممتدة بنكتب العدد، نكتب العدد في صورة مجموع قيم ارقام. يعني ايه يا ميس مجموع قيم ارقام؟ يعني احنا عندنا هنا نشوف قيمة كل رقم ونجمعهم مع بعض، طبعا الصفر مش لازم نحطه في البداية، فنبدأ بالخمسين، يبقى انا هنقوله هنا 50 زائد، الاتنين هنا قيمتها ايه؟ قدامها رقمين، يبقى نحط بدلهم صفرين، يبقى دي في الاصل ايه؟ دي في الاصل 200، يبقى 50 زائد 200. حلو قوي. طيب هنا برضو الصفر هنا مش لازم نكتبه لوحده، فناخد هنا 30 على بعضها، بس هل دي اسمها 30 ولا دي 30000 عشان قدامها 3 ارقام؟ لا دي 30000، يبقى دي كده اسمها الصيغة الممتدة، ان احنا بنكتب العدد في صورة مجموع قيم ارقام، وبناخد كل قيمة عدد ونجمعهم مع بعض بالصورة الممتدة دي يا اصدقائي. طيب عندنا اخر صيغة معانا اسمها الصيغة التحليلية، واحنا في الصيغة التحليلية هنا بنعمل ايه؟ بنضرب كل رقم، نضرب كل
رقم في ايه؟ في قيمة الخانة الموجودة فيها، في قيمة الخانة الموجودة بها. طيب يعني ايه الكلام ده يا ميس؟ يعني احنا عندنا هنا كل رقم من هنا هنضربه في قيمة الخانة. طيب يلا نبدأ كده ونشوف. معانا هنا الزيرو ده او الصفر مش لازم، مش لازم ان احنا نبدأ بيه. نبدأ بمين دلوقتي؟ نبدأ بالخمسة. طيب الخمسة دي اهي، هي في خانة ايه الخمسة؟ الخمسة في خانة العشرات، يبقى المفروض عندنا هنا ايه؟ نضرب الخمسة في ايه يا اصدقائي؟ في عشرة. خلينا نقول هنا كده خمسة في عشرة، حلو قوي، زائد نفتح قوسين هنا ناخد الاتنين، تبقى اتنين في ايه بقى؟ الاتنين دي مئات، تبقى اتنين في مية، شطار قوي. زائد ايه كمان يا اصدقائي؟ زائد معانا هنا قلنا هنا الصفر ده برده مش هينفع نكتبه لوحده، فناخد هنا الايه؟ ناخد هنا التلاتة. التلاتة بنضرب هنا في ايه؟ هي في خانة ايه؟ في خانة عشرة، هنا احاد، عشرات مئات، الوف عشرات الالوف، تبقى تلاتة في ايه؟ في عشر تلاف، حلو قوي يا اصدقائي. يبقى دي كده اسمها ايه؟ اسمها الصيغة التحليلية، ان احنا بنضرب كل رقم في قيمة الخانة اللي الرقم ده موجود فيها. تمام كده؟ وكده يا اصدقائي نكون خلصنا جزء المراجعة بتاعنا النهاردة. استنوني في الفيديو القادم نكمل المراجعة مع بعض ان شاء الله، عشان تكونوا اشطر طلاب في الصف السادس الابتدائي لعام 2024 مع بعض باذن الله. كانت معكم ميس هدير من قناة بديل الدرس.